السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام، ولقاء يتجدد معكم في برنامجكم صالون مريم. زي ما احنا متعودين كل حلقة بنشوف مواهب جديدة وبنسمع نغمات جديدة ونقول أقول عليهم مطربين جدد في تلاوة القرآن الكريم والإنشاد والابتهالات الدينية. معايا النهاردة فرقة جميلة، فرقة هتحبوها كلنا، يعني أنا واحدة من الناس من معجبين هذه الفرقة، فرقة الرحمن والمصطفى بقيادة الشيخ محمود عوض الله. تمام؟ أنا ولا أنا غلط؟ أهلا بيكم منورينا، وإن شاء الله تبقى حلقة موفقة مع مشاهدينا الكرام، وإن شاء الله تبقى فاتحة خير لينا وليكم إن شاء الله. زي ما احنا عارفين مشاهدينا الكرام إن البرنامج بيدعم كل الأصوات في تلاوة القرآن الكريم والابتهالات والإنشاد الديني كما نعلم، وبنحطهم على أول الطريق علشان خطوة تشجيعية ليهم يستمروا في هذا العمل الذي يرضي الله ورسوله. النهارده هنتعرف مع فرقة الرحمن والمصطفى، ونبدأ بفضيلة الشيخ محمود عوض الله. أهلا وسهلا بحضرتك، كل عام وأنتم بخير وحضرتك في هذه الأيام المباركة، أيام ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم. وأرجو من هذه القناة المباركة أن تهتم بالحفلات خارج القناة مش داخل القناة. عاوزين القناة تتجول في محافظات مصر للاحتفال بميلاد النبي صلى الله عليه وسلم. السلام. الله يكرمك. إن شاء الله بإذن الله. نتعرف بفضيلة الشيخ أحمد. أحمد محمد عبدين، منشد المبتهل الديني وأحد أعضاء فرقة الرحمن والمصطفى للإنشاد الديني، وأنا سعيد جدا بوجودي مع حضرتك، وتحياتي لحضرتك ولأسرة البرنامج. أهلا بيك، نورتوني. إحنا طبعا عارفين إن إحنا من محافظة الشرقية. تمام؟ نعم. الشرقية. كلنا الشرقية. قرية. أنا مركز أبو كبير. قرية نزلة خيال. أهلا وسهلا. وسيدنا عم الشيخ محمود ميت العز فاقوس. قرية ميت العز مركز فاقوس. أهلا وسهلا. حضراتكم في الشبه تحس إن أنتوا إخوات. طبعا اخويا الشيخ محمود واستاذي وشيخي، ربنا يبارك فيك. ربنا يبارك فيكم كلكم. معانا الشيخ محمد عبد الباسط. الشيخ محمد عبد الباسط مع حضرتك، منشد برضه مع الفرقه الجميله ديت التي يقودها الشيخ محمود عاد عوض الله، واخواتنا حبايبنا كلهم ما شاء الله عليهم، يعني فرقه جميله ان شاء الله باذن الله تحبوها باذن الله. نشوف معانا الشيخ محمد ابراهيم. الشيخ محمد ابراهيم عمار نمرود فوز شرقية. وانا سعيد جدا ان انا مع الفرقه بتاعت الرحمن مع العالم الشيخ محمود عوض الله. معلش صوتك تاني فضيله الشيخ، معلش نتعرف بيك تاني. الشيخ محمد ابراهيم عمار منشد ديني وابتهالات، وانا سعيد جدا ان انا مع فرقه الرحمن المصطفى مع الشيخ محمود عوض الله. اهلا بيك. معانا الشيخ احمد حمد. الشيخ احمد حمدي من فوز شرقية، يعني سعيد وشرفت طبعا ما اكون موجود في فرقه الرحمن مصطفى، بس طبعا شيخنا الفاضل فضيله الشيخ محمود عوض الله ربنا يبارك له ويديله الصحه والعافيه يا رب. معانا الشيخ محمود احمد محروس احمد يام من قريه النمرود مركز فوز الشرقيه، وانا يسعدني جدا ان انا اكون بصحبه هذه الفرقه الجميله بقياده فضيله الشيخ محمود علي عوض الله. محمد محمود الجهري منشد ديني مقيم بالنمروت مركز فاقوس محافظة الشرقية، ويسعدني جدا اني واحد من الموجودين في فرقة الانشاد الديني. مع حضرتك احمد سالم الالفي، وانا عضو من اعضاء فرقة الشيخ محمود عوض الله فرقة الرحمن والمصطفى، وانا اسعد ان انا احضر مع في برنامج صالون مريم في على قناة الصحة والجمال. انت متابعنا يا محمد؟ ما شاء الله، ربنا يوفقكم. وانا فخوره ان انتم من محافظه الشرقيه، بلدي ومسقط راسي، وانا يعني من محبينكم، وانتم اسعدتوني ونورتوني في هذا اللقاء الجميل ان شاء الله. واحنا داخلين على ايام مباركه، مولد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. احنا طبعا سيدنا محمد احنا في كل وقت وفي كل الاوان، لكن احنا الايام المباركه ديت احنا بنحتفل بميلاده قريبا ان شاء الله. الوقت هنسمع ايه بقى من فضلتك؟ ان شاء الله هنسمع قصيده المسك فيها نبدا بيها ان شاء الله، لكن هقول مقطع بسيط وهنخش على الانشوده بامر الله. اتفضل فندم. كل القلوب الى الحبيب تميل،
ومعي بهذا شاهد ودليل. أما الدليل إذا ذكرت محمدا صارت دموع العاشقين تسيل. المسك فاحي المسك فاح لما ذكرنا رسول الله. نور لاح نور لاح لما حضرنا أبا الزهراء. المسك فاح المسك فاح لما ذكرنا رسول الله. النور لاح النور لاح لما حضرنا أبا الزهراء. طول عمري بتمنى أشوفك الله الله وانظر كما وانظر جمالك وأبوسك. الله الله صبرت نفسي بأحاديثك وأقول لابد في الليل أراك. المسك فاح المسك فاح لما ذكرنا رسول الله. النور لاح النور لاح لما حضرنا أبا الزهراء. أشكي لي من وجدي وحالي الله الله وأقول لمين النبي غالي الله الله. أشكي لي من وجدي وحالي الله الله وأقول لمين النبي غالي الله الله. إيه اللي غير أحوالي غير الغرام في رسول الله. المسك فاح المسك ذكرنا رسول الله. والنور لاح النور لاح لما حضرنا أبا الزهراء. طول عمري بتمنى أشوفك الله الله وانظر جمالك وأبوسك الله الله. طول عمري بتمنى أشوفك الله الله وانظر جمالك وأبوسك الله الله. نفسي بأحاديثك وأقول لابد في الليل أراك. المسك فاح المسك فاح لما ذكرنا رسول الله. والنور لاح النور لاح لما حضرنا أبا الزهراء. حادث لجدك طمني الله الله وبذكره حفظ متهني الله الله. حادث لجدك طمني الله الله وبذكره افضل متهني الله الله. انا من حسين وحسين مني 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 يا ابن بنت رسول الله. المسك فاح المسك فاح لما ذكرنا رسول الله. والنور لاح النور لاح لما حضرنا أبا الزهراء. حادث لجدك طمني الله الله. حادث لجدك طمني الله الله وبذكرها ذكرها افضل متهني الله الله. انا من حسين وحسين مني 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 يا ابن بنت رسول الله. المسك فاح المسك فاح لما ذكرنا رسول الله. والنور لاح
جدك طمني الله الله وبذكره افضل متهني الله الله انا من حسين وحسين مني 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 يا ابن بنت رسول الله المسكوفاح المسكوفاح لما ذكرنا رسول الله النور لاح النور لاح لما حضرنا أبا زهرة ست الكريمة بنت الزهرة الله الله عالية المقام نظرة يا طهرة الله الله ست الكريمة بنت الزهرة الله الله عالية المقام نظرة يا طهرة الله الله عودي علينا بالنظرة عودي علينا بالنظرة عودي علينا بالنظرة عودي علينا بالنظرة بجاه جدك رسول الله المسكوفاح المسكوفاح لما ذكرنا رسول الله النور لاح النور لاح لما حضرنا أبا الزهراء صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم أشرقت أنوار محمد فاقتست صلى وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد ما شاء الله. لا وبعدين واضح ان انتوا يعني واخدين هوا بعض ده عارف بيقف فين التاني يلحقوا بسم الله ما شاء الله في حب ايوه في حب ما انتم متجمعين في حب الله ورسوله ربنا يبارك فيه مولانا سامحنا بوقت كبير جدا لوقته والتدريب طبعا وفي بروفات بتحصل اسبوعيا ويوميا فطبعا لازم عشان نجاح الفرقه لازم التدريب والسماع كتير الله. وربنا يبارك في قائدنا وشيخنا الشيخ محمود يعني شكلهم كده طلاب ثانوي أيوة أيوة صح ما شاء الله بالظبط يعني بارك. بخمن كده في سنه ايه احمد في ثانيه ثانوي اتكلم يا حبيبي عرف نفسك عرف نفسك اديله المايك اتفضل هم ما شاء الله مكافئين مع دروسهم وكده قال انهم هم حريصين على البروفه الاسبوعيه ما شاء الله يعني ما شاء الله عرف نفسك يا ماما انت في سنه كام انا في سنه ثانيه ثانوي في ثانوي ازهر ما شاء الله ومحمد انا في رابعه اصول دين كليه دراسات اسلاميه شعبه اصول الدين قسم حديث انت الكليه بقى ما شاء الله انا في الصف الثاني ثانوي عام باذن الله عام تعليم عام ما شاء الله ربنا يوفقك يا رب بس انت حابب المجال في حد في اسرتك في حد في اسرتك انت الوحيد طلع كده فاز ما شاء الله ربنا يوفقك يا رب يوفقكم كلكم يا رب طبعا لولا الحب في الله ورسول الله انتوا ما اتجمعتوا طبعا صح انا هقول لحضرتك على حاجه يعني حصلت النهارده تدل على الحب فعلا في الله وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم احنا خارجين حضرتك بتتصل علينا واحنا خارجين من مركز فاوس الساعة 3 إلا ربع بالحسابات أنا جيت 6 أكتوبر وجيت المدينة كتير في الرحمة وفي الحافظ وفي الناس وكده
بالحسابات لو معايا عربيه ما شاء الله بتجري صعب ما بنجيش الا في 3 ساعات ونص. طبعا عشان النهارده نطلع 3:15 موجودين في المدينه، انا بسمع الكل على الهواء توفيق من ربنا وتيسير، في فتح من الله عز وجل وفي حب لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، بركه سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. الله هو ربنا يعني برضو واقف جنبكم ولكم يعني نصيب تبقوا معانا النهارده. نعم شرف لينا، انتوا عامه منورينا ويكفيني فخرا ان في وسط ناس بتحب الله ورسوله بطريقتها. نعم نعم، انتوا بتعبروا بطريقتكم يعني، ما كنا بنحب الله ورسوله. نعم نعم، وكلنا مسلمين ومؤمنين وبنعشق رسول الله صلى الله عليه وسلم. الصلاه عليك يا نبي. اما انت بتعبر، ايوه يعني انا اعبر لله بصلاتي الزياده. نعم اه ربنا يكرمك، احنا بنسعد بحضرتك. ربنا يخليك، والبرنامج بتاعك الجميل، وارجو ان انتوا يعني توسعوا الدايره فيه في الارياف المصريه ان شاء الله. اصوات جميله ان انتوا يعني تمدوا دي ان شاء الله. احنا ان شاء الله قريبا عندنا مسابقه الاصوات ديت، وان شاء الله تشاركوا معانا، ويبقى اعمل بقى يعني مشاركه للمنشور يا شيخ احمد. شرف ليا، وان شاء الله نستقبل كل المواهب دي وندعمهم ونحطهم على اول الطريق. معانا مداخله، معانا مداخله. العوضي. الو، السلام عليكم. السلام عليكم ورحمه الله تعالى. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا وسهلا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا وسهلا، وانتم الى الله عز وجل بخير. اللهم امين يا رب جميعا. احيي استاذنا فضيله الاستاذ الجليل المبتهل الديني شيخ محمود ابو عوض الله. الله يكرمك. والفرقه الدينيه المحترمه. اعزك الله يا حبيبي، اعزك الله. يعني فيها روح من أرواح سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، ويكفيهم شرفا أنهم يعني جلسوا مع بنت العالم الجليل بنت الشيخ خليل. ربنا يخليك يا رب. شرف لينا، يعني رحم الله فضيلة الشيخ خليل. ربنا يبارك لك. وحي الشيخ محمود، كيف حالك يا شيخ محمود؟ احنا كنا نفسنا تكون منورنا النهاردة والله يا حبيبي، والله كنا إن شاء الله كنا نسعد بيك إن شاء الله اللقاء الجاي إن شاء الله. يعني من حياته فاتت النهارده. والله انت خسران النهارده معلش، لكن ان شاء الله ملحوقه ان شاء الله. مولد النبي والاستاذ المستاذ في ليله ان شاء الله، وربنا يوفق الجميع ان شاء الله. اللهم امين يا رب العالمين ان شاء الله. يعني الشيخ محمود دي من الناس اللي يعني المتواضعين، لو تحدثنا عن الشيخ محمود ده يعني لظللنا نتحدث عليه العام كله. ربنا يخليك، اشكرك على المداخله. في الاحترام وجدناه يعني قليلا ما نجد مبتهلا بالاذاعه والتلفزيون مثل هذا الشيخ. ربنا يبارك لك يا رب، ربنا يمتعنا كلنا يا رب كده بهذا العمل يا رب، ويجعله خالص لوجهه الكريم يا رب. وشكرا لمداخله حضرتك فضيله الشيخ. نرجع مشاهدينا الكرام لضيوفنا النهارده وفرقه الرحمن والمصطفى، عايزين بقى نستمتع بحاجه جميله بصوتكم ان شاء الله. ان شاء الله احنا هنسمع للساده المشاهدين يا رب الكون ومجده من رب غيرك نعبده. طبعا هذا الكلام كلام رجل نحسبه من الصالحين عليه رحمة الله، أهدانا هذا الكلام ورحل إلى ربه، فنقرأ له الفاتحة أولا حتى نوفيه حقه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وإن شاء الله هذه الكلمات الطيبة لفرقة الرحمن والمصطفى يعني مش كلام حد خالص أو حد عمل هذا الكلام قبل كده إن شاء الله. يا رب الكون ومجيده، ربنا يوفقك يا رب. يا رب الكون ومجيده، من رب غيرك نعبده. يا رب الكون ومجيده، من رب غيرك نعبده. أنت الرحمن لك العتبى، ورضاك سلام ننشده. غفرانك أنت بنا بر، يا من بالحب نمجده. غفرانك أنت بنا بر، يا من بالحب نمجده. أنعمت علينا من نعم، من ينكرها تبت يده. يا رب الكون ومجده، من رب غيرك نعبده.
يا رب الكون وموجده، من رب غيرك نعبده؟ أنت الرحمن لك العتبى، أنت الرحمن لك العتبى، أنت الرحمن لك العتبى، ورضاك سلام ننشده. أنعمت علينا من نعم، أنعمت علينا من نعم، أنعمت علينا من نعم، من ينكرها تبت يده. أسماها دين يعصمنا، وكتاب أنت مجوده، ونبي أنت مؤدبه، فقام الحق تجلده. يا رب الكون وموجده، من رب غيرك نعبده؟ يا رب الكون وموجده، من رب غيرك نعبده؟ أنت الرحمن لك العتبى، 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 ورضاك سلام ننشده، ورضاك سلام ننشده، ورضاك سلام ننشده، ورضاك سلام ننشده. الله غفرانك أنت بنا بر، غفرانك أنت بنا بر، غفرانك أنت بنا بر، يا من بالحب نمجده. أنعمت علينا من نعم، من ينكرها تبت يده. أنعمت علينا من نعم، من ينكرها تبت يده. يا رب الكون وموجده، من رب غيرك نعبده؟ يا رب الكون وموجده، من رب غيرك نعبده؟ أنعمت علينا من نعم، أنعمت علينا من نعم، من ينكرها تبت يده، من ينكرها تبت يده. أسماها دين يعصمنا، وكتاب أنت مجوده، ونبي أنت مؤدبه، فقام الحق تجلده. رب الكون وموجده، من رب غيرك نعبده؟ يا رب الكون وموجده، من رب غيرك نعبده؟ كرمت المرء بجوهرة تشغي الإنسان وتسعده، كرمت المرء بجوهرة تشغي الإنسان وتسعده، عقل فعال مختار، عقل فعال مختار، عرف النجدين تفرده. صلى الله على محمد، صلى الله عليه وسلم، صلى الله على محمد، صلى الله عليه وسلم، صلى الله على محمد، صلى الله عليه وسلم، صلى الله على محمد، صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. استمتعت بكم النهاردة، وأكيد المشاهدين معايا استمتعوا بكم هم كمان، لولا أن وقت البرنامج يعني خلاص قرب على وشك الانتهاء. أنا كنت قعدنا أكتر من كده والله. مشاهدينا الكرام، بكده نكون قد وصلنا لنهاية حلقتنا النهاردة. بشكر ضيوفي اللي شرفوني النهاردة، فرقة الرحمن والمصطفى اللي شرفتنا النهاردة وأمتعتنا بأصواتها وكلمتها في حب الله ورسول الله وأهل البيت.
ضيوف الكرام بشكركم، والنهاردة بقول انتم نورتوني في صالون مريم، وان شاء الله نلتقي في لقاءات كتيرة قادمة بإذن الله. ممكن بقى نطلع بالسادة مع السادة المشاهدين بتتر ونقفل مع بعض. دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صلى الله على محمد، صلى الله عليه وسلم، صلى الله على محمد، صلى الله عليه وسلم، صلى الله على محمد، صلى الله عليه وسلم، صلى الله على يسكن فيه أبديه أو